أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم ما يخرج من الإنسان من بول بعد الاستنجاء في الماء؟ هذا ناقض للوضوء، ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يكون معه وسواس، تجده يفكر كل لا خرج شيء خرج شيء، وهذا لا ينبغي. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين سئل عن الرجل يشك هل خرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً.